جيش التحرير الوطني جيش ولد من رحم معاناة الشعب الجزائري، ليضم في صفوفه ثلة من أبناء الجزائر المخلصين من كافة فئات الشعب بمختلف أعمارهم ومستوياتهم. اندلعت الثورة التحريرية المباركة في الفاتح نوفمبر 54 900 وألف، احتضنها الشعب الجزائري بكل ما أوتي من قوة. منذ الوهلة الأولى اتضحت الرؤية الشاملة والبعيدة المدى لقادة الثورة التحريرية من خلال التفكير في إنشاء مراكز للتدريب والتكوين على طول حدودنا الشرقية والغربية لتحضير أجيال من الإطارات الأكفاء. فباشرت هذه المراكز تكوين الشباب المجندين وتلقينهم المبادئ القاعدية للقتال وفنون الحرب في ظل مواجهة عدو يملك كل مقومات الجيوش القوية آنذاك. في العراق درنا تدريب مكثف لمدة سنة دراسية على تكويننا كمدربين لا كجنود، على بها نحن نقل التدريب نتاعنا لغيرنا. المكان يسموها مركز التدريب لتدريب القادة في الصعيد، في الصعيد. وهذا المركز التدريب لتدريب القادة هذا فات فيه سيبو مدن قبل ما يجي الثورة. دخلنا على تونس، على كل حال رحلة طويلة باش نحكي لكم عليها. دخلنا وصلنا لتونس، من تونس جملونا بعثونا لواحد المركز، هو أول مركز تدريب اللي كان بصفة رسمية في حوالي باجة. في هذاك الوقت لقاو مزرعة تاع واحد جزائري في قرب باجة، وهذاك أول مركز تدريب يتفتح بصفة رسمية. كونا أربعة فصائل ركزنا على حاجتين فيه، اللي هو يحتاجهم المقاتل، اللي هي استعمال السلاح، والنقطة الثانية اللي ركزنا عليها هي استعمال الأرض. على كل حال كنا دربنا مجموعة من الجنود، تدريب أولي لا فورماسيون دو باز لا فورماسيون كومين دو باز، التدريب الأساسي الأول والتدريب الأساسي الثاني. المتخرجون كانوا يوجهون مباشرة إلى الوحدات القتالية في الداخل أو إلى مراكز التكوين الأخرى ليساهموا بدورهم في تكوين مجندين جدد لدعم صفوف الثورة المسلحة. المجهودات التي بذلت في مجال التدريب والتكوين زادت من فاعلية العمليات العسكرية وطورت مهارات وأداء المجاهدين بشكل كبير في ميدان المعركة. المراكز اللي كونتها الثورة في الحدود بلغت في النهاية حوالي 9 مراكز تدريب. كان هذا تاع باجا، كان تاع الكاف لكل دي كادر، كان تاع واد مليز، كان تاع واد ملاك، كان تاع قرن الحلفاية، كان يعني حوالي 9 مراكز. الصباح تقريبا اللي جوا من داخل الجزائر باش ياخذوا السلاح واللي كانوا هناك، نقول لك حوالي 70% كلهم تلقاو التدريب الأولي. سنة 58 900 وألف عرفت تسارعا كبيرا لوتيرة التكوين، حيث تدعم جيش التحرير الوطني بالعديد من مراكز التدريب والتكوين في كل من حدودنا الشرقية والغربية. مدة التكوين كانت نحو 5 شهور. كنا درسنا دراسة نظرية تقريبا دامت أقل من شهر في القصرين، ثم جينا لمدرسة الإطارات وتخرجنا في 5 أفريل 58 بشهادة مدرب. من غير كبداني كان مركز التدريب متاع بركان سيبي، مركز التدريب متاع العرايش سيال، مركز التدريب متاع زغنغن سيزان. ففي معاقل الثورة التحريرية كانت أصابع مجاهدين دوما على الزناد، وعيونهم تتطلع لمستقبل جزائر حرة ومستقلة. الجيش الوطني الشعبي وعلى خطى سلفه جيش التحرير الوطني
يواصل مهمة إعداد أجيال من الأفراد والإطارات في مختلف التخصصات، أجيال مسلحة بالعلوم والتكنولوجيات الحديثة ومتشبعة بالروح الوطنية والقيم والأخلاق السامية. صهرت قيادة الجيش الوطني الشعبي على توفير كل الظروف التي من شأنها ضمان تكوين نوعي لفرد عسكري واضعا نصب عينيه جسامة وقدسية المسؤولية الملقاة على عاتقه، مما يحفزه لتطوير آدائه لتنفيذ المهام الموكلة إليه بكل كفاءة واحترام.